بيقول لك there are input or output points forced in the controller، يعني على البي ال سي في حاجات معمولها فورس. You may ignore and continue، يا اما يعني تطنش المشكله دي وكمل، يا اما exit يعني cancel يعني، وروح اعمل لهم unforce all. يعني المفروض اعمل كده cancel status chart وراح اعمل له ان، بص انا هتفرج عليهم دول هم هيجيبهم لك دلوقتي اهم، اعمل لهم unforce all كده خلاص الفايل كلها تتشال. حتى من اول دلوقتي بص، من اول دلوقتي لو عملت ستوب للسي بي يو المفروض الاوتبوت شغال اهي. لو عملت ستوب للسي بي يو هنا من السي بي يو، لحظه لو عايز دلوقتي اجبرهم ان هم يدخلوا، هم كده كده خلاص دلوقتي، هم دلوقتي دلوقتي هم تحت امرك. من اول دلوقتي هم تحت امرك، يعني دلوقتي ما بقوش مجبرين. ساين كلمه اجبرهم ان هم يدخلوا معناه ان هم كانوا مجبرين ان هم ايه شغالين. دلوقتي هو تحت امرك، حتى يكفي انك تعمل ستوب كل حاجه طفت. الاول لو كنت عملت ستوب ما كانش هيقدر يسمع كلامك. لو انت عايز تصفي بقى بالطريقه دي مثلا، تعال نشغلهم تاني. في الاولاني معاك ماشي، نكتبهم كده على طول في سطر واحد احسن. 255 مجبرين ان هم يشتغلوا عشان اطفيهم، ولا ينفع اطفيهم بستوب. بص ستوب شغال برضه، ولا ينفع يعني لو فصلت الكهرباء ورجعتها هيشتغلوا لوحديهم، ولا ينفع اعمل ستوب من السوفت وير، ولا ينفع اعمل ديليت، ولا ينفع اعمل رايت اول. فورس عكس فورس، تمام؟ يعني فورس بواحد عكس فورس بزيرو، اهو زيرو رايت اول فورس طفلك كله. بس خد بالك كده هم طافين بالاجبار، يعني مش هينفع اشغلهم برضه. الصح بقى اعمل ايه؟ اشيل بقى انفورس، ده الصح كده. يوم ما تستخدمهم هيشتغلوا. يعني لو في برنامج دلوقتي ما اعرفش فيه ولا لا، لو فيه هيشغل. انت مش عامل برنامج صح؟ مفيش برنامج لو في برنامج كان هيشغل. بس انت لا رن، هو كان بيقول لازم يكون رن. خد عنه. لما قفلنا البرنامج طلع برنامج تاني جديد. ماشي خلاص البرنامج اتشال. عايز تجيبه تاني؟ في امر اسمه ابلود، لو مؤاخذة مش ثانية باشمهندس معلش. ابلود ابلود في اي جهاز اللي هو ده. اسحب لك البرنامج تاني. ابلود. تمام؟ في نقولها لكله. لو انت البرنامج بتاعك بعد ما عملته عايز تفتحه تاني لانك انت قفلته ما سيفتوش، هو كده كده متسيف على البي ال سي ما راحش. يكفي مش انت بتعمل داونلود عشان تبعت البرنامج على البي ال سي، اعمل ابلود هتاخده تاني من البي ال سي. داونلود سهم لتحت، ابلود هتلاقيها سهم لفوق. اوكي تمام، دوس ابلود. بيقول لك انت عايز سيف الصفحه دي، قول له نو هيجيبه لك دلوقتي. حتى بص دوس ابلود، دوس ابلود تاني، دوس هنا ابلود. بص السهم ايه بيجي لك من البي ال سي للكمبيوتر، مين اللي لك هتلاقيه ظهر دلوقتي البرنامج. ايوه ما كانش في برنامج اساسا. لو ملهاش دعوه، هو عنده عشان ما كانش في برنامج اساسا فجابه له فاضيه. بس صفحه فاضيه عشان كده جاب له صفحه فاضيه. لو حد فيكم عنده مثلا، يعني مثلا افتح اي برنامج عندك اعمله داونلود وارجع افتح صفحه جديده واعمل له ابلود، هتلاقيه طلع عندك زي ما هو. طيب دول معمول لهم فرصه ولا منورين طبيعي؟ في قفل مرسوم هنا؟ لا يبقى منورين طبيعي، يبقى ممكن اطفيهم طبيعي. يعني ايه اطفيهم طبيعي؟ اكتب زيرو 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 عند كل اللي شغال وعلم عليه وقول له بعد اذنك اطفيهم رايت اول. هو موتور اتجاهين، موتور اتجاهين، ستارت يمين يمشي يمين لغايه ما اخبط في الليمت سويتش اليمين يفصل. بعد كده ستارت شمال يمشي شمال لغايه ما اخبط في نهايه المشوار الليمت سويتش شمال يقف يفصل. تمام؟ او لو انا في النص عايز اعمل له ستوب هقدر اعمل له ستوب. الفكره اللي في التمرين ايه هي؟ انا دوست مش يمين او دوست مش شمال ايا كان الاتجاه دوست عليه. لو هو في الطريق الكهرباء قطعت. لو هو في الطريق الكهرباء قطعت، لما الكهرباء ترجع اوتوماتيك من نفسه من اي حته هو كان موجود فيها يجي لغايه الهوم بتاعه تاني. اعتبر ده الهوم بتاعه. تمام؟ تاني. ستارت على اي 0.1 يمشي يمين اللي هو كيو 0.1 لغايه ما يخبط في الليمت سويتش اي 1.1 يقف. انا هرجع اعمل له ستارت شمال الاي 0.2 يمشي شمال اللي هو الكيو 0.2 لغايه ما يخبط في الليمت سويتش الشمال اللي هو اي 1.2 يقف. او في النص انا ممكن اعمل له ستوب. لو هو ماشي في الطريق لاي سبب وقف مش عن طريق الليمت سويتش دوت ولا الليمت سويتش ده، يعني وقف عشان النور قطع.
اول ما نور يرجع اوتوماتيك من نفسه يجي لغايه الهوم من غير ما انا اشغل مع كده يروح واقف هنا. عشان يفهم بقى يفهم ان النور كان قطع وجهه هما مين اللي شايل الكنترول معني ان النور قطع ان ممكن باعتبار انه قطع على على الصوب ما معنى انه قطع على الصوب هو قطع بس في الصوب ده الماشين جنبه ماشي ولا مش هيفهم برضه هو عاوز افهم صح اوكي ماشي ما هو مش المفروض ان هو يقف في النص هو المفروض بلاش نقدر نقول ده عشان خاطر هو المفروض مكان وقوفه يا اما هنا يا اما هنا تمام الستوب الطبيعي بتاعه ايمرجنسي يعني ايه يعني بدوس عليه احتفظ بوضعه لغايه ما ارجعه تاني الايمرجنسي لما بدوس عليه حتى لو شط ايديا خلاص هو احتفظ بوضعه اوف مش عايز يشتغل المفروض ان انا ما استخدمش الستوب الا لو في كارثه الطبيعي بتاعه ان هو بيقف هنا او بيقف هنا لو النور قطع في النص يعني مش هنا ولا هنا اول ما النور رجع من نفسه راح جاي لغايه هنا لو انا دوست على الستوب عادي في النص انا مش بتكلم على ستوب عادي انا بتكلم على مفتاح ايمرجنسي اللي هو بدي له اشاره ما بيرجعش تاني غير لما ارجعه بايديا كين عارفين الامرجنسي ولا لا اه سيلزاز اللي هو وراكو ده لو ده ده مفتاح امرجنسي دوس عليه ما بيرجعش لوحده انا اللي برجعه انا دوس عليه مثلا كده خلاص اوف بالظبط كده يفتح صح كده اسحبه لفه سن بالظبط مش حمايه هي الفكره في ايه لما النور يقطع الموتور جاله له ايه وقف لما النور يرجع اوتوماتيك الاقي الموتور من نفسه شغل الاتجاه الشمالي اللي هو كي 0.2 لغايه ما انا عند الاي 1.2 وراح واقف يعني اعتبر ان اللون بتاعه هو اللي هو الناحيه دي مثلا الشمال مثلا اي زي ما انت عايز الشمال اليمين زي ما انت عايز طيب المفتاح اللي هو الصوب اللي هو الايمرجنسي ايمرجنسي اللي هو مفتاح طوارئ تمثيله على البي ام سي تبقى المفتاح زي يعني هو ايه الفرق بين الليم سويتش والسنسور والانبوت والاوبن والكلوز كلهم حاجه واحده صح تمام واضحه الفكره تمام بالظبط يروح من نفسه راجع للهوم الهوم ده بس اوكي تمام بعد كده لما نتعمق اكتر في البي ال سي هنعمل البرنامج بالطريقه دي وده كان امتحان بتاع كورس قبل كده لما النور يقطع ويرجع البي ال سي يميز لو كان الموتور كان ماشي يمين يبقى يرجع لوحده يمين لو كان الموتور قبل ما النور يقطع كان ماشي شمال يبقى يرجع لوحده شمال ده تمرين هناخده بس لما اتعمق شويه في البي ال سي اوكي